النهارده يا احمد انا هدوقك شويه سمك. في نوع سلطه خيال، حبول بالاماراتي بطارخ بالمصري. شكل السمكيه برضو تتاكل نايم. في كل عيله يطلع واحد عاق ما بياكلش السمك. تعال بص يا عبود، بص على الحلاوه والجمال. اعمل لك شويه رز الصياديه زي الكتاب ما بيقول، بس الكتاب بتاع الشيف عبود. بسم الله. هو ده، بص الجمال. والله هو مفيش احلى من شويه الجمبري دول والبحر ده والجمال ده. الاسم لوحده يجري الريق. دي جامده، عارف انها جامده، دي جامده قوي. يا نهار ابيض، جمبري مع صوص البتنجان المشوي والزبادي اليوناني. بسم الله، الجو رائع قوي، الجو جميل فعلا، حاجه منعشه قوي. الجو ده عايز ايه؟ ده عايز بقى شويه سمك، عايز شويه سمك، فسفور، شويه حاجات كده اللي هي بتاعت البحر. عامه انا جايب لك شويه قروص ولا كلمه، جمبري وجايب جمبري عشان انا هعمل لك الجمبري ده بطريقه بقى تحفه قوي، وانا هاكلك شويه سمك يلا هتحلم فيه. انا طلعت على السوق ما شاء الله، جبت لك شويه قروص، انا بحب القروص قوي. اه طبعا. بص يا معلم. أيوة. بص السمكيه حلو ان شاء الله تبقى 100 100. لا لا بطرخ وبطرخ وفي زبده ان شاء الله. اه وبص انا ايه خليته في السوق برضو، فتح لي السنجاري. حلو قوي، هنظبطها دلوقتي مع الخلطه. حلو قوي. وده بقى ايه؟ ايوه ده بتاعي ده بقى. ايوه, أيوة. الاختراع بتاعك اهو. زبوني ده. وده الزيت والليمون. ماشي يا معلم. شويه بقى للزيت والليمون والخلطه بتاعتها والحركات والبركات. حاجه هتبقى 100 100. بص الحلاوه. حاجه محترمه والله. يلا بينا نتوكل على الله. يلا معلم. يلا بينا. بسم الله. اهم من الشغل ايه؟ بالظبط. بس كده. بص دي شنطة البهارات. عرفت المفاجأة. ايوه ولا دي من ضمن المفاجآت. وادي الطحينة وجايب الصلصة. بص شايف علب البهارات انا دي هتبقى شنطة البهارات بعد كده معانا. خلاص. فقعدة بتوع مطاعم. النهارده احمد انا هدوقك شوية سمك. طب يلا انت النهارده السمك عليك وانا هعمل لك الجمبري والرز. في نوع سلطة خيال. والله خيال. انا مستني ادوق النهارده. هتشوف. والله انا من امبارح ما اتعشتش. طب يلا عشان والله ما اتعشتش. هعمل السنجاري، انا فاتحه في السوق ومظبطه. انا بقيت انشف الحاجه زي الفراخ. ايوه. هو جامد النهارده بس ايه منعش بس جميل. حلو الهواء اللي طالع من البحر ده، كله يود، كله يود وحلو وطاقه ايجابيه يعني. بس بص حتى الزبيب حلو كده، بس كده فلفل على بقدونس على توم. صراحة يعني ريحتها جامد قوي. انا بسميها الخلطة الخضراء. بص دي بقى الخلطة الحمراء. الله. بصل بقى وطماطم والكلام ده. عد بقى المفاجآت بتاعت النهاردة. بص دي طالعة من السمكية دي بعد ما الراجل نظفها لقاها. حبول بالاماراتي بطارخ بالمصري. الله عليك. بسم الله. حطهم هنا، انا هشويهم معاها. تكني ده عليها علشان ايه يحميها شويه كده بس من ايه من وش النار الاولاني. بس هات دي بقى كده يا باشا. انا عايز ايه نعمل الزيت والليمون ده عشان النار ايه جامده. اديني بس شويه ملح وفلفل. شكل السمكيه برضو تتاكل نيه. والله اعمل لها مساج، مش احنا اتفقنا؟ لا انا السمك ما بعملوش مساج. لا لازم كل حاجه. لا لا, لا الفراخ بس. لازم ايه الخلطه دي الجميله دي تخش جم. انا بقى المره دي اعصر لك الليمون. بسم الله بسم الله بسم الله. على البركه على البركه. جاي لك كمان شوية. دلوقتي بقى ايه انا هبتدي اجهز السمكة الردة. حط لها شوية ردة كده. احمد انت بتحب تاكل السمك القروص مشوي ردة ولا زيت كله وليمون؟ كله كله. والله كنت لسه اقول لك كده. باكله ني ني. اي سمك مشوي باي طريقة بصراحة. لا والقروص القروص بالذات ده حاجة يعني تتاكل كده يعني صراحه. مع ان في ناس ما بتحبش السمك، انا مش عارف الناس دي ما هو لازم صراحه عايشه ازاي. لازم في كل عيله يطلع واحد عاق ما بياكلش السمك. مش عارف بيبقى عايش ازاي والله، يعني ازاي عايش عشان فايته حاجات كتير قوي. اللي ما بيحبش السمك ده فايته كتير قوي قوي. ده ما يتاكلش، ده يتاكل ني.
نحط بقى ايه السمكيه الرده تستوي في امان الله. عايز احط شويه جرنش هنا. السمكيه دي حكايه. الموضوع هنا كبير قوي والموضوع هنا جامد بصراحه. لا هي بصراحه باين. ايوه سمي الله وصلي على النبي. عايزين حته سيلفر هنا زياده بس مش مشكله خليها تتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اوبا انا ميت. انا مش قادر خلاص مش قادر استحمل. خلي بالك انا بقيت اليوم اللي طالعين نصور فيه ده قبله ما بتعشاش. ما هو المفروض ما نتعشاش. تعالى بص يا عبود بص على الحلاوه والجمال بص على الحلاوه. اديني بقى بص على صل على النبي صل على النبي. اديني سنه الليمون الحلوه دي. ايوه دي بقى كده والله عايز اكل زيت. ايوه بص بقى زيت زيتون عادي اصلا. بص لون السمكيه بص شكلها بص الالوان. ايه الاخبار؟ ريحه الدخنه وال كباب والله كباب. لا والله السمك على الفحم كباب. انت ظلمت السمك. السمك على الفحم كباب. اعمل لك شويه رز الصياديه. ايوه زي الكتاب ما بيقول بس الكتاب بتاع الشيف عبود. طيب ماشي كده احنا قطعنا. انا بعمل الرز بطريقتي فعلا على فكره. يعني انا ليا تركه كده معينه بعمل بيها الرز الصياديه. ماشي يا قلبك يا قلبك. الصوت ده احلى صوت بسمعه في حياتي طبعا. احلى صوت ده المزيكا ده العيش. والله رز صياديه على الفحم من على البحر. بص بقى يا رز شايف شويه الرز. طعم حلو قوي بس انا بس حته من القعر. اعمل لك بقى القعر ده مخصوص. انت عارف اهو انا بعشقه يعني. ايوه ده طبق اهو. هات يا معلم هو ده الكلام. بسم الله. اوبا بص البطروخ. اوبا هو ده. بص الجمال. لا ده انا هشيله ده جواها تاني. انا هشيله جواها ده يتشال. ده يتشال بص. لا بصراحه ما شاء الله ده سمنه بلدي. ده ما شاء الله ده بقى ايه. أنا ممكن ده يتاكل. أنا ممكن ده دي. لا دوق وريني كده. وريني دوق والله سمنه بلدي. السمكيه الرده دي استوت. بصوا كده معايا ونحط بقى ايه التتبيله الخطيره دي. الثوم والملح والفلفل وايه والكمون. رشه بقى الليمون دي ايه تمسك كل الكلام ده. احلى حاجه والله بجد شوي السمك على الفحم. الموضوع سهل وبسيط ولا في اي حاجه. بس كده اهو ماشي. ناخد دول كده دي كده. بقول لك انت بتعمل بابا غنوج ولا بتعمل ايه؟ انا جبت لك الفلفل. لا ده مش بابا غنوج. بتعمل ايه بقى؟ دي حاجه تانية اختراع لي انا. اكله هعملها لك بيها بالجمبري بس هتدعي لي. يعني ده مش بابا غنوج يا احمد؟ لا. انا من الصبح مفكر وجايبين زبادي وبتنجان وشاويينه عشان نعمل بابا غنوج. لا 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 لا, لا بابا غنوج ايه بقى؟ ماشي. وبتشال قلبها من جوه كده. احنا في الوصفه ديت مش عاوزينها يبقى زي بابا غنوج مهري يعني. احنا عايزينه قطع على قد ما نقدر يعني عشان يهري خالص. يعني انت هتقطعه بالسكينه؟ اه. انا مستني اعرف ده هيطلع ايه. هتشوف دلوقتي. ماشي. يلا يا احمد نكمل. يلا. الاختراع اللي انت هتفاجئني بيه النهارده. اختراعين على فكره. اختراعين؟ طيب افك دول. هات اللي بعده. نزل كده اهو. ماشي. بص انا جايب لك العلب اللي احنا بنشتري فيها الجبنه والزيتون من السوبر ماركت. ما دي برضه استدامه. احنا بنحاول نعمل اعاده تدوير برضه عندي في البيت. وادي البصل. ماشي. اقشر لك البصل.
اه طبعا. طب بس خلي بالك مش عايزه فيه اسود زي عشان انت تعبتني في البتنجان. انا ما قشرتش البتنجان على فكره. طب يلا ماشي هقشر البصل اهو. هاخد انا اعمل بقى ال اهو. ايوه اهو بص ابيض اهو. ايوه انا هاخد البتنجان دوت سوتيه مع الزبده ومعاها هفص ثوم. بسم الله تعال عليا ناخد بس ال غصب عننا في حاجه سمره كده. هتبله بشوية ملح وعصرة ليمون. ماشي هعمل لك بقى الخلطة ديت يا يونس. الجمبري ده خلطة الجمبري. بص يعني الطبق ده صدقني انت هتشكرني عليه. انا مش عارف اشكرك على السمك ولا على الجمبري ولا على الجو الجميل ده ولا على الخروجة الحلوة دي ولا على القعدة الحلوة قعدة بتوع المطاعم الجميلة دي. هنعمل بقى الجمبري شويه زبده كده حلوين. زمان الله يمسيها بالخير امي على طول كانت تعمل لنا الجمبري كده متشوح في حته زبده وتوم. يلا وهنحط شويه توم. لما كبرنا احنا بقى ايه اتفرعنا بقينا نشويه على الفحم. مش عايز التوم يتحرق انا عايزه بس يا دوبك ريحته تطلع. ماشي وهننزل بقى بالجمبري ده كده. لا بقى واحده واحده. بسم الله بالصلاة على النبي. أنا بالصلاة على النبي. حلو بقى إيه ما شاء الله يعني. بص بقى المنظر ده. المنظر ده جميل. أول ما الجمبرية تبتدي تاخد اللون ده تعرف إن هي استوت. لا وبعدين أنا بيبتدي ريقي يجري. على طول. أنت ريقك بيجري بقى أنا قلبي بيدق. والله. بص الله أكبر. الله أكبر. مفيش كلمة شكر كده على شوية الجمبري اللي أنا جايبهم دول. الله ينور. الله ينور. حلوين. لا تمام برافو. وحش حلو. حسسني كده بال يعني. لا الصرف باين. باين؟ والصرف باين. والله هو مفيش أحلى من شوية الجمبري دول والبحر ده والجمال ده. مفيش أحلى من كده. وعبود. وعبود طبعًا. الفلفل الاسود. ماشي. اللي هو بيطير اصلا في الهواء ده. انت حطيت الملح وادي الليمون. ده عايز يتاكل كده. ده عايز يتاكل كده دلوقتي. انت هتحط ميه ولا بس شويه صلصه بس؟ لا ميه طبعا عشان تسبك. ماشي. مفيش سنه سكر كده عشان يبقى حامض مع قلوي يعمل تعادل؟ ولا حاجه دلوقتي ولا هتحط سكر ولا مش هتحط؟ بكلم جد والله. لا والله سن. طب جرب سن السكر. طيب لا عشان احنا حاطين ليمون. حاطط ليمون؟ انا مستني يعني. اعرف المفاجاه اللي انت عاملها في الاخر دي. هتشوف دلوقتي. يلا انت قلت لي اعصر لي نص ليمونه اهي جاهزه. بس اعصرها لك هنا اهي. الزبادي الجريك. يلا ماشي. هتحط معاها زبادي ونص ليمونه وايه كمان؟ وملح. وملح بس كده. حلو. وممكن زبادي عادي على فكره. وممكن عادي؟ ده صوص الزبادي على البتنجان المشوي. اللي متشوح في الزبده. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. بس شفت المفاجأة دي مش واخد بالك جميل انت. جميل انا شايفه. جميل. لا انت لازم تاخد بالك لان دي فيها قلق دي في البيت عندي. ربنا يستر. ايه ده بقى احنا فردنا الايه؟ طب استنى كده بس ثانية. شوف. ادوقه لك بس. كده. جمبري رائع. الأكلة كلها لما كلها مع بعضيها. لا ومستوي حلو. احط لك الجمبريه دي هنا في الحته الفاضيه دي. ايوه ايوه. مش هاكلها اهو. وهنا اهو صح كده. ايوه كله 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 اهو. كله بالصوص بقى انزل. كله. خد الصوص كله. حاضر. اهو اهو. الراحه اعتصد الجرانيت. اوكي صح. مراد هتطردني. معلش انا اسف. وبعدين شويه كزبره بقى كده. ايوه اللي هم بيطيروا من الهواء ده. ايوه. الطبق ده حكايه. دي السلطه اللي قلت لي هنعملها في الهون. هي خضار مشوي وهنعملها متبله بالطحينه كده. حلوه فكره ان انت بدل ما تاخد الخضار كده متقطع وخلاص. بس انا عايز منك حاجه تشويه. عايز ايه؟ تدق لي بقى الحاجه دي تعجنها كده حلو. ما هو تقلقش. طماطم وبصل وفلفل وفلفل. حلو قوي. ماشي يلا. انا البصل المشوي ده عشق. انا مستني النتيجه دي بفارغ الصبر. دي اسمها ايه طيب؟ دي سلطه ايه؟ دي خضار مشوي بالطحينه. خضار مشوي بالطحينه.
الاسم لوحده يجري الريق. هي على فكره مش لازم تبقى معجون قوي يعني، هي هي سلطه يعني، هي برضو خضار. تاخد بقى شويه طحينه وشويه ليمون وشويه ليمون. احمد الناس بتاعت الهيجين والفود سيفتي عايزين يجوا معانا. لا انا بتهيالي بلاش. لا 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 دول عايزين يجوا معانا والله. يجوا يا عم، احنا كل عندهم عندهم كومنتات كتير علينا. اهو ده اول كومنت. يلا ده متبل خضار مشوي بتاع عادت بتوع مطاعم. اه بتاع عادت بتوع مطاعم. تديها سنه بقدونس كده. قلب بقى كده وتمزج ووريني. ماشي. دوق دوق. اتوكل على الله. دوق. بسم الله. دوق. هدوق بالمعلقه. دوق بالمعلقه مش حد بسم غريب. بسم الله. لا جامده جامده دي، جامده. عارف انها جامده. دي جامده قوي. دي حلوه قوي. لا 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 جامده. بس هنضيف بقى حاجه كمان. بس ايه، انت عارف ان انا حريف زيت زيتون. ماشي. ده اسمه ايه ده؟ ده متبل خضار مشوي الشيف عبود. متبل خضار مشوي الشيف عبود. جامد جامد بجد. حاسس بطعم البصل والطماطم. جامد. والفلفل والسبايسي. لا حلو. بص سفرة بقى ايه محترمة المرة دي على فكرة. عايز احط لك بس دولت عين الجمل. شوية عين جمل كده. بص يا احمد، انا اكتر حاجة عجباني بصراحة السلطة بتاعت الخضار المشوي مع الطحينه دي. وريني كده. هي طعمها لوحدها حلو قوي. طعمها اصلا حلوه جامده. انت عارف البطروخ بيسموه ايه في الامارات هنا بالاماراتي؟ ايه حل. حبول. 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 خد الحبول دي. ايوه. وانا البطروخ ده يا ابويا. بص ونقول بسم الله. ها ايه ده؟ ده بقى بص عايز عايز كده عايز بص عايز الليمون. عايز عصرة ليمون. بص اه بص عصرة ليمونة كده. انت عصرة كمان. خد خد وتقوم رايح كده. هو ده بسم الله. ده جامد. هو البطوخ طالع من السمكية. وفي هنا كمان على فكرة بص. لا ما شاء الله بجد السمك ما شاء الله مبطرخ. سمك ما شاء الله جامد قوي. افصل افصل بده افصل بده. لا انا عايز افصل بالجمبري. انت بتهزر. بص بص لازم. يا نهار ابيض. لازم تفصل بالجمبري. جمبري مع صوص البتنجان المشوي والزبادي اليوناني. بسم الله. تعالى هنا كده قرب قرب من الحلاوه والجمال ده. هو ده الكلام والله العظيم. كباب ده كباب مش سمك. السمك يا جماعه لما بيتشوي على الفحم بيبقى كباب. احلى حاجه تاكلها السمكيه المشويه على الفحم. اديني بقك كده. لا 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 اديني بقك اديني بقك. سم الله. الله سم الله. دوق وجرب. كباب ولا مش كباب؟ بجد حاجه خيال. انا عايز افهم حاجه بس. الناس اللي مش بتحب السمك يا جماعه انتوا ازاي عايشين كده؟ ازاي عايشين؟ ده احلى اكله في الدنيا. زهقش منه ابدا بصراحه. يوم مميز. لسه فيه كمان اروس بالرده وزيت وليمون سنجاري. ودي الحكايه دي بصراحه عجباني برده. الخضار المشوي مع الطحينه ده. بس انا ما رضيتش ازود الفلفل الحامي. انا كنت عايز ازود صراحه. اه لا لا كويس. ما تدريش حاجه عن الرز بقى. ما انا قلت لك واحنا بنغرف الرز كتير والله. قلت يعني اه والقعر بتاعه آه. لا وبعدين ده رز يعني رز الصياديه على ابوه رز اصلي. اخرجوا وتفسحوا واحنا هنساعدكم نقول لكم على الاماكن اللي ممكن تقعدوا فيها. سواء بقى كنتوا بتشتغلوا في مطاعم او ما بتشتغلوش في مطاعم خرجوا وانبسطوا. الجو جميل والجو حلو. مفيش احلى من قعده زي كده على البحر بصراحه واكله حلوه زي دي. اكله سمك. واحنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنحاول نعمل لكم الحاجات اللي انتم مفكرين ان هي صعبه تتعمل بره عشان انتم تعملوها قبل كده. واللي عايز يجي معانا يطلع معانا ويشاركنا التجربه دي ونروح ونيجي والكلام ده كله ونطبخ سوا. احنا مستعدين ولنا عايزين تجربوا ايه معانا الايام اللي جايه. هنعمل ايه تاني؟ ناكل. نكمل ناكل. ناكل بقى. يلا نشوفكم في فيديو تاني. وايه قعدت بتوع مطاعم. قعدت بتوع مطاعم.